السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا بهذا اللقاء معكم في الصين، وأسعد بهذا العدد الكبير، وبالتأكيد هناك عدد كبير من التونسيين المتواجدين في الصين ليسوا معنا اليوم في هذا اللقاء. بالتأكيد هناك أصناف متعددة، هناك طلبة بالنظر إلى صغر السن، وهناك من اختار ربما الاستقرار في الصين الشعبية. ومنذ قليل كنت أتحدث عن العلاقات التي انطلقت من 6 عقود وستدخل العقد السابع، والأفاق متاحة، الأفاق واسعة لمزيد التعاون مع الصين الشعبية. كانت عديد المشاريع التي تمت خاصة في السنوات 80 من القرن الماضي وانطلقت وتعددت في كل المجالات، في مجال البنية التحتية، في المجال الرياضي، في المجال الثقافي، في المجال الدبلوماسي. بالنسبة لآخر إنجاز المعهد الدبلوماسي وهو من إنجاز الصين الشعبية، والأفاق واعدة بالنسبة إلى عدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية، المتعلقة بالصحة، المتعلقة بالنقل، وهناك تفهم وهناك اليد الممدودة من الطرفين لإنجاز هذه المشاريع بسرعة وفي وقت قياسي. وسنعمل إن شاء الله معا على إنجازها حتى قبل موعد انتهاء الأشغال، لأن بعض الإنجازات التي تمت على غرار دار الشباب بالمنزه السادس أو على غرار قناة تونس مجر بقيت مدة أعوام، ولكن تم إنجازها في وقت قياسي، وهناك إرادة مشتركة بين البلدين للمزيد في كافة القطاعات، في القطاع الصحي، في قطاع النقل، في قطاع البنية التحتية، وفي قطاعات أخرى متعددة. أنا سعيد جدا باللقاء بكم في الصين، وبالتأكيد بعضكم استقر وبعضكم يزاول تعلمه بالنظر إلى سن عدد منكم، ولا أعلم بالضبط الاختصاصات التي تم الاختيار عليها، ولكن أظن أن الأمر يتعلق خاصة بالاختصاصات العلمية، في الاختصاصات في الإعلامية، وفي عدد من الاختصاصات الأخرى، وربما حتى في الطب بالنسبة إلى المجال الطبي، وهناك مدرسة صينية عريقة في الطب. العلاقات بيننا كبيرة منذ القدم، كانت الرحلات في طريق الحرير وتحدث عنها عدد من المؤرخين العرب المسلمين العرب، المعروفة رحلة ابن بطوطة إلى الصين، ولكن هناك عدد السرافي قبله وانتقل إلى الصين واطلع على حضارة الصين، وعرف العرب الحضارة الصينية منذ عشرات القرون، ونوع من التلاقح الثقافي فضلا عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلاد العربية وبين الصين الشعبية. طريق الصين، تونس نفسها كانت طريق إلى الصين بالنسبة إلى الأوروبيين حينما كانوا يتحولون من أوروبا إلى تونس، ثم بعد ذلك إلى الشرق الأوسط فالشرق الأقصى. علاقات، كان هناك تلاقح في الفكر، وكانت علاقات اقتصادية في الحدود المتاحة في ذلك الوقت، ولكن أدت إلى التقارب بين تونس وسائر البلاد العربية والصين الشعبية، طريق التوابل والحرير. ونريد اليوم
أن تكون كل الطرق معبدة بالحرير، لأننا دخلنا في مرحلة جديدة في التاريخ، مرحلة مختلفة عن المراحل السابقة، وهناك إرادة في تونس لإرساء نظام لا عالمي جديد، ولكن لإرساء نظام إنساني جديد تتقاسم فيه كل الشعوب نفس القيم. النظام الدولي الذي عقب الحرب العالمية الثانية بدأ يتهاوى، وتلاحظون اليوم في كل عواصم العالم تقريبا ردة الفعل من قبل المجتمع الإنساني الذي فاق المجتمع الدولي. المجتمع الدولي في واد والمجتمع الإنساني في واد آخر، وصارت بعض العواصم تلاحق ما تطالب به الشعوب إزاء هذه المذبحة وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الغاصب ضد الفلسطينيين في كل مكان. الأمر لا يتعلق بغزة وبرفح فقط، ولكن يتعلق بفلسطين وبكل فلسطين. والموقف التونسي واضح في هذا الإطار، وأن الأرض الفلسطينية كلها للشعب الفلسطيني، لأنهم قطعوها أوصالا. وكما قلت في أحد العواصم الغربية، كيف يمكن أن أتحدث عن دولة فلسطينية مساحتها لا تتجاوز مساحة شقة باريزية كما قال أحد رؤساء الحكومات في المهجر في باريس عقب الحرب العالمية الأولى؟ كيف يمكن أن أتحدث عن دولة لا تتجاوز مساحتها رقعة مساحة شقة في باريس؟ الحق حق ولا يمكن أن يسقط بالتقادم، والجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم، هذه الجرائم جرائم حرب من دولة أو من كيان مارق، من كيان لا يعترف، يستند إلى شرعية مزعومة ولا يستند إلى الشرعية الدولية. اليوم محكمة العدل التي أمرت بإيقاف القصف والعدوان والإبادة ضرب بهذا الكيان الغاصب المحتل المجرم العرض الحائط. هناك توازنات جديدة تحصل في المجتمع الإنساني، وبالتأكيد في قادم السنوات سيتغير النظام العالمي من نظام عالمي جاء نتيجة للحرب العالمية الثانية، وجاءت بعض المؤسسات أثر ذلك في إطار هذا النظام الذي تم إرساؤه عقب تلك الحرب التي عانينا منها ولم نكن طرفا فيها، نحن من ضحاياها أيضا. الإنسان صار يعرف في كل مكان ما يحصل، ووسائل التواصل الاجتماعي التي تم اختراعها لتوظيفها بطبيعة الحال ولم تكن بريئة انقلبت عليهم، والصور التي تنشر في هذه الوسائل وفي هذه الصفحات أبرزت الحقائق. كانوا ربما يريدون أن يوجهوا الرأي العام كما يشاءون عن طريق هذه الوسائل الجديدة للاتصال، ولكن انقلب السحر على الساحر، وصارت هذه الوسائل تمكن الشباب في كل مكان من العالم، وتمكن كل الشعوب وكل إنسان في العالم من أن يطلع على الحقيقة، بالرغم من محاولات التشويه وبالرغم من محاولات التضييق. وفي الدول التي تدعي أنها هي التي عرفت حقوق الإنسان وناضلت شعوبها من أجل حقوق الإنسان، تلاحظون كيف أنها تعامل من ثار ضد هذه المذابح وضد هذه المجازر التي يرتكبها العدو الغاصب
في فلسطين. أريد أن أتحدث إليكم ولكن أريد أن أتحدث معكم لأستمع إلى مشاغلكم ولأطلع على تصوراتكم بالنسبة إلى مستقبلكم هنا في الصين الشعبية وفي تونس. لا تنسوا أبدا أنكم تونسيون وتونسيات، وارفعوا رؤوسكم حيثما حللتم وقولوا نحن من تونس، ونفتخر أننا من تونس، وتونس ليست هينة، تونس هي بلادنا وهي وطننا، ورايتنا نريدها أن تكون مرفوعة تحت كل سماء في أعلى وأعلى، وستأتي أجيال، تأتون أنتم من بعدنا وتأتي أجيال من بعدكم لترفعها أعلى في كل محفل وفي كل لقاء. بالتأكيد سعادة السفير، الانتماءات مختلفة، ولكن أعتقد أن الأكثر في المجال الجانب العلمي، المجال اللسانيات، اللغات الصينية. نعم، يعني عديد البارزين في اللغة الصينية. في اللغة الصينية، وهناك عدد أيضا من التونسيين والتونسيات في تونس درسوا اللغة الصينية، بالرغم من أنهم لم يتحولوا إلى الصين، ولكن درسوا اللغة الصينية في تونس، وهناك من يتقنها ويتخاطب بها، ويتخاطب التونسيون أحيانا باللغة الصينية فيما بينهم، ربما حتى لا نعرف موضوع الحديث. من أحسن معنى ثروة تونس التي لا تنضب هي أنت، بعد الثروة البشرية قد ينضب البترول أو ينضب الغاز، قد ينحبس المطر ولكن لن ينحبس الذكاء التونسي. شرف تونس، معنا في كل مكان يحل تونسي يلزم يضع تونس في الاعتبار ويحط الراية التونسية أمامه، لأنه بالفعل حتى وإن كان ما يشتغلش في المؤسسات الرسمية ولكن يشعر أنه تونسي، ويعلم العالم كله أن تونس ربما بلاد صغيرة من ناحية الرقعة الجغرافية ولكن كبيرة، لأن لها من الإمكانيات وخاصة البشرية مما تجعلها في مقدمة الأمم، ونفتخر بهذا. كل التونسيين بالخارج لابد أن تكون مؤسسات الدولة في خدمة التونسيين بالخارج، والمؤسسات التي تم إنشاؤها أنشئت لخدمة التونسيين بالخارج، ومن لم يقم بدوري على الوجه المطلوب فليس له مكان في مؤسسات الدولة، وهذا ينسحب على الديوان المذكور ولكن ينسحب أيضا على كل المؤسسات الأخرى التي لا تقدم الخدمات ولا تقدم ما يطلبه التونسيون والتونسيات منها. هناك حرب شعواء، الحمد لله يرفع الأذان في بكين، ولكن العملية التطهير متواصلة ومستمرة وبإرادة ثابتة حتى تكون المؤسسات التي أنشئت لتحقق النتائج
والأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها. أموال للأسف ومبالغ كبيرة تم أهدارها من أجل أحداث مؤسسات في الواقع في الظاهر مؤسسات، ولكن وضعت في بعض الأحيان لإرضاء بعض الأشخاص، أو بالحد الأدنى لم تقدم ما هو مطلوب منها، لأن مؤسسات الدولة في خدمة الشعب التونسي، وهناك إرادة على تطهير الإدارة ممن تسللوا إليها وعطلوا سيرها الطبيعي والعادي. ومن يعطل سير الدولة ليس له مكان في مؤسساتها. نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، لكن نتحدث عن الذكاء البشري بركز دراسات، لأن الذكاء البشري يفوق الذكاء الاصطناعي، ولأن البشر هو الذي اخترع الذكاء، إن كان ذكاء اصطناعيا وإن كان ذكاء بريئا. وبالفعل يمكن أن يقدم بعض الخدمات، ولكن لابد من التعامل معه بكثير من الاحتياط والحذر. لكن ذكرت الذكاء الاصطناعي ستمضي بمناسبة هذه الزيارة. التعاون في البحث العلمي، نعم ممكن في البحث العلمي ييسر الأمور، ولكن بالنسبة للذكاء البشري ليس له حدود، وليس الذكاء الاصطناعي ليس محايد، وهناك نقاش كبير حول هذه المسألة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، هل هو ذكاء أم هو صناعة لفكر جديد ممن صنعوا ممن سموه ذكاء. ونتمنى أنها تونس تعطينا الفرصة أنه أحنا نعطيكم المادة اللي تعرف تونس أكثر لمعرفة الصين. لما تعرفوا الصين تونس تعرف أكثر الصين عن قرب من يعني من خلالنا أحنا كخبراء مقيمين مختصين في مجالات متعددة، ممكن نسهلوا أكثر ونطوروا أكثر العلاقات الثنائية بين الدولتين، ويكون عندنا يعني أحنا نخدموا بلادنا ونخدموا زيادة أيضا في نفس الوقت العلاقات الثنائية اللي أحنا البلاد هذه عايشين فيها يعني في أكثر من 10 سنين وأكثر من 15 سنة. نتمنوا أنا وصحابي اللي ورايا الكل أنه يكون عندنا مجال، يكون عندنا مركز استراتيجي تونسي مختص في يعني بالفعل هذا الاقتراح جدير بالاهتمام، لأنه كانت تقع ندوات شكلية للتونسيين بالخارج، ولكن كان ندوات سياحية ما عندهاش حتى معنى. ولكن الهدف اليوم والفكرة متاعك بالفعل فكرة ممكن تجد طريقة إلى التطبيق.